أما الدراما المحلية ما لأن النص مو كويتي. النص مو كويتي، النصوص كلها كذب مو كويتية، مع أن اسم المؤلف مرات شوف اسم كويتي يعني. ولا تقصد الروح ما تحاكي الروح ما فيه، ولا تعكس الطبيعة الكويتية، المجتمع الكويتي ما فيها روح كويتية يعني. ما أدري، يستشيرونك بعض الفنانين؟ لا ماكو استشارة ولا شيء، اللي هم عليه عليه. أي المخرجين وقت الحالي هم من المخرجين اللي هم عليه عليه. هم رايحين طريقهم، احنا رايحين طريقنا. الفنان المبدع يقولون انه فنان شامل. نعم، يمثل، ممكن يرسم، ممكن يقلد، نعم، وممكن يغني. نعم، احنا بنشوفك في يعني وقفه من وقفات حياتك في مجال من مجالات ابداعك. نعم، ونرجع لك ان شاء الله. سافرنا الشوق رجعنا، حب الوطن عالي والعيشة في جنة. لو عنا سافرنا الشوق رجعنا، حب الوطن عالي والعيشة في جنة. لو عنا سافرنا الشوق يرجعنا. نعم، هذه غناها أكثر من فنان. نعم، هذا وراك. إيه، بس هو الأصل أي الأصل. الأصل لنا. شلون نجحت في أنك توصل الإحساس؟ يعني أنا ما أتكلم عن جمال صوت. نعم نعم نعم، أنت مو مطرب. نعم، لكن فنان أديت الغناء بشكل احترافي. نعم، احتراف. نعم، ووصلت في إحساس. نعم، ولك يعني حتى مقدمات مسلسلاتك كثير منها بصوتك. نعم، بصوتي. نعم، هالإحساس شلون تتعب عليه؟ غير اللزمة، غير التعابير الوجه اللي قال عنها المسند قبل شوي. نعم، كله توفيق من عند الله. لا دراسة ولا شيء ولا أبدا. توفيق من عند الله. مع أن يعني تخصصك كان قبل، أو وظيفتك بالكهرباء. نعم، محاسب. محاسب. نعم، هذا تخصصك. نعم، دراستك. نعم، تركته ما لي شغل فيه.